يسعد صباحكم بألف خير، أهلا وسهلا بيكم. كتير مننا ما بيجي يفتح مشروع بيلاقي رأس المال بيعجزه. الفكرة دي فكرة مش محتاجة، مش هقول لكم 5000 جنيه، ولا أقول لكم 500 جنيه، ولا أقول لكم 50 جنيه. كل اللي احنا محتاجينه 5 جنيه. كل اللي احنا محتاجينه عشان نفتح مشروع توك نقدر نوزعها في المحلات أو نفتح صفحة ونعمل دعاية لينا او نسوق شغلنا، محتاجين بقرة ستان. البقرة دي بتقف عليكي ب4 جنيه من العتبة. طبعا في الارفع وفي الاتخن منها، بس اللي انا شايفة الوسط لو احنا عملنا توكة زي كده معقولة وكويسة جدا. يعني لو حبينا نعمل شغل الحسابات وقلنا دي هتعمل 100 توكة مثلا، يعني الواحدة هتقف علينا ب4 قروش، يعني كده حاجة لا تذكر. ولو حبينا نجيب كليبسة ومسدس الشمع مع الاستراس مع كله، يعني بكترها قوي هتقف علينا بربع او بنص جنيه. لو احنا طلعناها ب2 جنيه يعني كسبانين في كل الاحوال. انتي تجدعني وتشطري وحاولي، مش هتخسري حاجة. متنسوش اللايك 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 اللايك، وشيروا الفكرة لاصحابكم وحبايبكم. ويا سلام بقى لو حسبتوني بتعليق، هقول لكم بقى لو لقيت الفيديو ليه استجابة هنقول لكم الطريقة دي كمان، طريقة التوكة دي كمان. تمام، يلا بينا نبدأ على طول. المسطرة دي مقاس 20. انا هجيب الستان بتاعي، هو الستان دوت هقول لكم سمكه قد ايه. سمكه 2.5، 2 سنتي. ايه هجيب، ادي هفرد كده لحد ال20 والفها اتنيها، يعني عايزاها مجوزة اهي. انا مقربة الكاميرا بس عشان الشغل يبقى واضح بالنسبة لكم. انا جبت خيط ستانة وقصتها على مقاس 20، هعمل 2 بقى منها. هنيجي نقيس واحدة 10 بس، واحدة بس 10 سنتي. نبتدي كده نجيب الولاعة ونشيط الجزء ده بس كده، نقفلهم ببعض. تلاقيها قفلت على طول معاكي. دي كمان بالولع حاجة بسيطة اهي عشان تتني بس معي. ويجي الجزء ده كمان هقفل، واجي الطرف التاني. يعني بصوا يشم بس النار عشان الستان بيبقى ضعيف عشان ما تتلسعش منك، بس انا بقفل الاطراف كده. انا معايا 3 قطع ستان، هبتدي اخد الصغيرة واتنيها كده واتنيها كده، وهجيب ابرة وخيط يفضل نفس اللون. لو ما عندكيش مفيش مشكلة ان كل الخياطة دي هتضغط، بس الافضل لو انت عندك نفس اللون. هخيطها خياطة عادية خالص. وهبتدي ان انا اشدها، بس اخلص دي للطرف، يعني اخيطها للطرف خالص عشان تدي معايا شكل الزجزاج كده يبقى حلو اهي. تمام خلاص اهو، هبتدي اسحب الخيط والف كده، هو داير ما يدور. تمام كده انا لفيت، هبتدي اثبت بالخيط. هبتدي اقص بقى الزيادات اللي عندي، ودي كمان هقصها.
هيبقى عندي اللي هو شكل الفيون كده. دي اول خطوة، هبتدي برضو اعمل التانيين الاتنين التانيين نفس الخطوة ديت، بس ده على يعني ستانة اكبر بس هيدينا نفس الشكل برضو. هيجي في النص كده، لو انتوا عايزين تظبطوها هتيجي كده تقسمي اهو عشان تطلع معاكي مظبوطة، هتقسمي دي كده. في عندي اهو حزبان، هروح اجيب دي الاول وبعدين دي، وبرضو اخيطهم زي الاولانية. اهي، بس انا مش هقفل دي، مش هقفل الجزء ده، مش هقفل الجزء ده. هاجي نفس التانية برضو، التالتة، تالت قطعة هعمل، هحدد في النص واجي عاملة دي كده دي كده، وابتدي اهي دي اللي معايا، انا مقصتهاش ولا حاجة. هبتدي بقى اخد التانية معايا، مفيش اسهل من كده، بسيطة جدا جدا جدا. بقوا عندي اتنين، هبتدي بقى اشدهم هما الاتنين مع بعض كده، والف الخيط بتاعي. بعد ما اشد كويس الف الخيط، هقفل بقى شغلي. شايفين؟ هاجي بقى ومسدس الشمع، ألزق القطعة الصغيرة في القطعة الكبيرة. انا عندي ممكن استخدم الكليبسة وممكن استخدم التوكة دي، شوفي ايه المتاح ليكي، الاتنين يفوا بالغرض يعني. ممكن نجرب، احنا جربنا الاول دي، ولا اعمل لكم دي الاول وبعدين في التوكة؟ طب نجرب نفس دي وبعدين دي اجرب لكم التقفيلة بتاعتها في حاجة تانية. خلاص احنا كده عملنا بس الخيط، هنيجي دي برضو بنلزقها. انا قصيت قطعة صغيرة جدا بس على قد المسافة دي كده، حاجة صغيرة. هبتدي طبعا اتنيها، لو انا ما عنديش رفيع هتني دي، وابتدي ان انا اعمل ايه بقى، ركزوا في الخطوة دي عشان ده التقفيل بتاعنا. هرفع المشبك بتاعي ده او الكليبسة دي، واحط نقطة بسيطة من الشمع، وهجيب دي كده في النص اهي واقفل، وابتدي بقى الزق داي الميدور. وبكده يبقى خلصنا الشكل النهائي للتوكة. شايفين ادي الفينش، انا هفتحها اهو عشان تشوفوا التقفيل ازاي. احنا مقفلينها
وادي الشكل النهائي. يا رب يا رب يعجبكم، يعني حاجة تقفيل كويس، حاجة لذيذة وخفيفة ومتاخدش وقت نقدر ننجز فيها. يا رب يا رب الفكرة البسيطة دي تعجبكم، ومع ألف ألف سلامة. باي باي.